السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. كما تعلمون منذ أن ظهرت كورونا في العالم وخصوصا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك العديد من الأمور التي تغيرت في الحياة أو حياة الناس. فعلى سبيل المثال، هناك ولايات وهناك مدن كانت معروفة بطبعها الاقتصادي، اوكي، هذه المدن التي تأثرت بالوباء وكانت في وقت ما كبؤرة كورونا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر مثلا نيويورك، نذكر سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات ومن غيرها من المدن. كذلك الملاحظ أنه مع ظهور كورونا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت العديد من الشركات تطالب موظفيها ربما بالعمل عن بعد أو العمل من منازلهم عوض الذهاب إلى مقر أعمالهم. ويقال أن التوقعات تقول أن مع السنوات المقبلة ربما أو سنتين المقبلتين على الأقل، سوف نلاحظ أن العديد من الناس سوف تبدأ في العمل من منازلها عوض الذهاب إلى مقر عملهم، لأنه هناك تخوفات خصوصا حاليا من كورونا والسلالات الجديدة التي نسمعها من حين إلى آخر. لذلك بعض المدن الكبرى وبسبب كورونا وبسبب ارتفاع التكاليف، لاحظنا أن هناك عمليات تغيير للولاية أو تغيير للمدينة. هناك العديد من الناس الذين غادروا نيويورك أو غادروا بوسطن أو غادروا سان فرانسيسكو أو غادروا لوس أنجلوس وغيرها من الولايات، من المدن التي كانت قطب استقطاب المهاجرين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بسبب كورونا، بسبب ظروف المعيشة، العديد من الناس بدأوا في الانتقال إلى بعض المدن الصغرى، خصوصا كما قلت الآن أنه ليس هؤلاء مجبرون مثلا بالذهاب إلى مقر عملهم. ربما أنا أشتغل في شركة في نيويورك وهذه الشركة الآن تطالبني بالعمل من منزل، فعوض الذهاب إلى العمل سوف أنتقل إلى مدينة صغيرة مثلا في ولاية نيويورك أو نيو هامشير، أو مثلا إذا كنت في ولاية كاليفورنيا وأقتنوا في سان فرانسيسكو سوف أتحول على مدينة أرخص أو مدينة أصغر، فقط بسبب تكلفة المعيشة وغيرها من الأمور. ومن المدن الكبيرة التي تأثرت هي مدينة نيويورك، مدينة شيكاغو، مدينة سان فرانسيسكو ومدينة لوس أنجلوس. كما قلت، هذه المدن عرفت العديد من المغادرة من العديد من السكان الذين انتقلوا إلى مدن. هناك من انتقل إلى مدن صغرى وهناك من انتقل إلى مدن كبرى، لكن ليست كنيويورك في غلاء المعيشة وليست كلوس أنجلوس في غلاء المعيشة أو تكاليف المعيشة. من بين هذه المدن التي عرفت هجرة كبيرة للناس هي مدينة أوستن بولاية تكساس، هناك ناشفيل بولاية تينيسي، هناك مدينة فينيكس بولاية أريزونا، هنا بفلوريدا أورلاندو هناك العديد من الناس الذين انتقلوا من الشمال، من نيويورك، من نيوجيرسي، من بوسطن. أوكي، الناس بدأت تنتقل لأنها بدأت تفر من غلاء المعيشة، تفر من أجواء الطقس، وتفر بسبب كورونا. في هذه الظروف التي نتحدث فيها الآن، هناك مدينة صغيرة تبلغ نسبة السكان فيها ربما 15,000 شخص. هذه المدينة هي مدينة ناتشيز، وتقع في ولاية ميسيسيبي على نهر الميسيسيبي الذي هو مشهور من أكبر الأنهار هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه المدينة كما قلت بدأت بإصدار برنامج، هذا البرنامج يقوم بمنح أي إنسان ينتقل إلى هذه المدينة ليستقر فيها تمنحه تقريبا 6,000 دولار، وسوف أوضح لكم هذا الأمر. فهذا الأمر يدخل في إطار برنامج يسمى شيفت صوت، شيفت صوت بمعنى الانتقال إلى الجنوب.
اوكي، الهدف من هذا البرنامج استقبال مثلا اولئك الذين يرغبون في مغادره المدن الكبرى والاستقرار في المدن الصغرى ويريدون العمل عن بعد. يعني مثلا انا انسان اقطن مثلا في فلوريدا، مثلا في اورلاندو او في ميامي التي هي معروفه ب غلاء تكلفة المعيشة والسكن وغيرها من الأمور، فهذه المدينة الصغيرة في ولاية ميسيسيبي اقترحت برنامج على الناس الذين يرغبون في الانتقال والعيش فيها أن تقدم لهم شيك بقيمة 6,000 دولار. المؤهلون لهذا البرنامج سوف يتوصلون ب 6,000 دولار عن هذا الأمر، عن هذه الطريقة. هناك 2500 دولار سوف تدفع للناس مصاريف التنقل للولاية. يعني مثلا أنت مقيم في تكساس وتريد الانتقال إلى هذه المدينة للاستفادة من هذا البرنامج، سوف تدفع لك يعني هذه المدينة شيك بقيمة 2500 دولار مصاريف التنقل. كذلك سوف تقوم بدفع 300 دولار بشكل شهري لمدة سنة، المجموع تقريبا 6,000 دولار. لكن للاستفادة من هذا البرنامج يجب عليك أن تكون مقيما في الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون لك عمل، وأن هذا العمل يعني تشتغل من المنزل، يعني لا تحتاج إلى الخروج للعمل في يعني خارج المنزل، لأنه هناك أمور سوف أوضحها في نهاية هذا الأسبوع وفي نهاية هذا الفيديو، فقط لكي تفهموا الحياة في ميسيسيبي. فهذه المدينة كما تلاحظون تريد أناس لديهم عمل أصلا، لا تريد أناس يريدون القدوم للمدينة والبحث عن عمل، لا، تريد أن يأتي لها شخص لديه عمل أصلا أونلاين، أو ربما أي إنسان الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يبحث عن عمل أونلاين ووجد ذلك العمل عن بعد، يمكن الانتقال إذا أراد الاستفادة من هذه المنحة التي قيمتها 6,000 دولار. فهذا الشرط الأول، أن يكون لديك عمل عن بعد. النقطة الثانية، يجب أن تقوم باقتناء أو شراء منزل قيمته على الأقل 150,000 دولار. يعني تشتري منزل في هذه المدينة على الأقل أن يكون قيمته 150,000 دولار، مع العلم أن ولاية ميسيسيبي بصفة عامة، الولاية بصفة عامة من الولايات التي يعني تكلفة المعيشة يعني ضعيفة مقارنة مع المدن الكبرى، أسعار المنازل منخفضة وغيرها من الأمور. كذلك يجب أن تجعل هذه المدينة كمدينة لإقامة، يعني يجب أن تقيم في هذه المدينة. كما قلت المدينة مشهورة لموقعها الجغرافي على نهر الميسيسيبي، ولمن يريد التقديم على هذا البرنامج سوف أضع لكم رابط هذا البرنامج أسفل هذا الفيديو. لكن كما قلت هذه هي الشروط الرئيسية، يجب أن يكون لك عمل، ويجب أن تكون يعني أو تخطط لشراء منزل في هذه المدينة. كما قلت سوف أعطيكم نظرتي الشخصية، يمكنكم الأخذ بها ويمكنكم تركها، لأنه يجب أن نوضح جميع الجوانب في هذه القضية. أولا، قبل الإقدام على التقديم على أي برنامج في أي مدينة تمنح أموال من أجل الإقامة فيها أو الانتقال فيها، حبذا لو قمت أنت أو أنت بزيارة أولا للمدينة، أوكي؟ يعني يجب أن تذهب في رحلة إلى المدينة وترى بأم عينيك هل هذه المدينة سوف تفيدك إذا كنت متزوجا، هل سوف تفيدك إذا كنت أعزب، هل يعني الأمور متوفرة، هل هناك فقر، هل هناك عنصرية، هل هناك جريمة وغيرها من الأمور. فقبل أن يقدم أي إنسان نصيحتي عليه الذهاب واستطلاع المكان سواء في هذه المدينة أو في أي مدينة، حتى لو كنت تخطط فقط للانتقال إلى مدينة أقل تكلفة من المدينة التي تقطن فيها. كذلك يجب أن يعلم الجميع، وهذه من الأمور التي أقولها بصراحة ويمكنكم الحسم فيها كذلك، يجب أن يعلم الجميع أن ولاية ميسيسيبي هي أفقر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية. أفقر ولاية في أمريكا هي ولاية الميسيسيبي، وهذا يجب أن نضعه في الحسبان. ما معنى أفقر؟ لا أعني أنها يعني الكل يعيش في فقر مدقع، لكن
على الصعيد الوطني الامريكي تعتبر يعني ميسيسيبي افقر ولايه. انا لدي شخص صديق امريكي اشتغل معي وغادر الى الميسيسيبي ويعيش في منطقه اسمها غالفبورت ميسيسيبي. هذه مدينه صغيره في ميسيسيبي. يعني قام باستئجار منزل يتكون من ثلاثة غرف وحمامين في مدينة غالفبورت، يدفع $800. $800 لا شيء، سواء في فلوريدا أو في نيويورك أو في سان فرانسيسكو. يعني الناس الذين هم مهاجرون ويقتلون في المدن الكبرى يعلمون ما معنى $800 ويعلمون ما هو هذا الرقم. هذا الرقم لا شيء بالنسبة للمهاجر المقيم في نيويورك أو المهاجر المقيم في مثلا كاليفورنيا، أوكي؟ لأنه مثلا هاتين الولايتين أو مدينتين مثلا سان فرانسيسكو أو لوس أنجلوس أو نيويورك، مدينة نيويورك الكل يعلم يعني تكلفة المعيشة. فحينما ينتقل شخص مثلا دخله ربما في عمله $4,000 أو $5,000 شهريا وينتقل ليعيش في هذه المدينة ولديه عمل عن بعد، يعني سوف يكون من السهل عليه أن يعيش بشكل مريح. أما أن تنتقل إلى ولاية ميسيسيبي لتبحث على عمل، فتأكد أن الأمور ربما سوف تكون مغايرة وليس سهلة. كذلك هذا الأمر هو اختيار لكم، هذا آخر ما تم الإعلان عليه، لأن كما تعلمون وضعت العديد من الفيديوهات مثلا على ألاسكا، على ولاية فيرمونت التي تمنح يعني أموال عن بعض المدن في ولاية ميشيغان، وهذه آخر مدينة تم الإعلان عليها مؤخرا في هذا الظرف الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كما قلت تدعو أي إنسان يريد الاستقرار فيها أنه سوف يستفيد من المنحة التي شرحت، $2,500 للانتقال و $300 بشكل شهري لمدة سنة، وعليك أن تشتري منزلا في تلك الولاية وتجعلها مقر إقامتك. لكن كما قلت، إذا كنت مهتما بهذا الأمر فعليك أخي أو أختي دراسة الوضع أولا ووضع خطة لكي يعني تكون الأمور واضحة. هل سوف تتمكن من العيش بشكل جيد إذا انتقلت إلى هذه الولاية، أم أن الأمور سوف تكون صعبة؟ لأنه معك من الأسف ولاية ميسيسيبي شاهدت العديد من الفيديوهات على هذه الولاية خصوصا في أمريكا، أو بعض القنوات الأوروبية وضعت فيديوهات على هذه الولاية، فهي ولاية يعني صعبة وصعبة جدا، ويمكنكم البحث في هذه الأمور. بالإضافة أن هذه الولاية بالإضافة إلى ولاية لويزيانا توجد في حاجز يطلق عليه حاجز السرطان على ما أعتقد، وهي بعض الولايات الجنوبية التي غالب سكانها يعانون من أمراض السرطان بسبب بعض المعامل الكيميائية التي توجد في هذه المناطق كلويزيانا، ميسيسيبي وغيرها من الولايات. فكما قلت، قوموا بالبحث، قوموا بالتدقيق في هذه الأمور لكي تعلموا أن هذه الأمور التي أضعها ليست من باب يعني الخيال العلمي، بل هذا واقع. فقط وضعتكم في الصورة بسبب هذا الخبر. إذا كنت تريد الانخراط في هذا البرنامج فكما قلت الرابط أسفل هذا الفيديو. مرة أخرى لا تنسوا دعم هذه القناة حتى نستمر في وضع فيديوهات أكثر يعني إفادة لكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.